مرحبا، أنا فادي قطايا، جاي من بيروت تحت نصور مع بوتيكات باتل أوف دي آرتست، وكتير مبسوط إنه موجود مع هالتيم كتير حلو ومع بوتيكات وبالأخص بالأخص مع عهود. عطول بشوف عهود بلوك كتير خفيف أو بلوك الأيلاينر، وأنا أريد اشتغلت معه هول لوكات، بس اليوم عبالي روح شوي على شيء أكتر، بلكي منروح على سموكي ألوان ترابية مع شوية جولد مع جلوي فيس، وإن شاء الله كمان تحبوه. وبحب أوجه له تحية لبوبا وقال له نحن الأقوى، وحنشوف مين حيربح بالآخر. هلو جايز، انا بوبا واليوم موجود بدبي مره جديده مع بوتيكات لنصور باتل اوف ذا ارتست، انا ودانا بيوتي ضد عهود العنزي وفادي قطايا اللي اليوم راح نكسرهم ان شاء الله. واذا حابين تعرفوا اكثر تفاصيل ميك اب دانا فراح يكون اكيد سربرايز، وان كيپ اون واتشينج. إذن لحظات الصمت تعموا على الحلبة. أنا بتحسيهن أهو فادي أيه بدهن يخلصوا فاكرين حالهم إنهن كتير قوية، بس هن مرعوبين تنيناتهم هلا. إيش قال؟ نحن مرعوبين أهو، رد عليه. نحن متعودين على بعض وإحنا أحلى مكياج ثنائي. شنو يعني متعودين على بعض؟ حتى لو أنا أول مرة بعمل لها ميك اب لدانا، بس إنه خلص يعني كأنه إلي 10 سنين معنا. حتى منك عارف توقف كمان على الحلبة. حلبة بدها ناس يعني هو أشطر شيء فيه بالميك اب مش بالحلبة. حرام رح يسويش مكياج أي كلام على بنا سريع، أي شيء عليه حلو. اللي يضحك بالآخر مو اللي يضحك بالأول. يا عهود يا عنزي. أوبن. طبعاً كل الأشياء اللي استخدمناهم إحنا اليوم مع فادي اللي الميك اب راح نسويه راح يكون موجودين ببوتيكي وبوتيك فادي وبوتيك بوبا وبوتيك ألدانا. ليش عم تنقل حكي بوبا؟ مش عم بفهم. مش عم بنقل حكي، أنا عم بشارك يعني الحكي من عنده. حتى لو في عنا قتال بس يعني شوية تروح رياضية. فادي وبوبا خلاص يعني معروفين في الميك اب، لهم تاريخ، فخلاص متعلمين، صار يعني كنا ممارسه، فبيكون عادي سريع. قلت لك انه عندها شيء حلو، عندها شيء منيح، بلشت كلين. ما يبي عم تحس بالخساره يعني. بلشت شنو؟ او هيدا المنيح معه ما بينفع. انا علمك الحين فيه. لحظة، في شيء أنا انسرق من عندي بعتقد، بليز اطلبوا الأمن. لا علي منيح معك، اللي أنا عم بعطيك البرايمر كنت هلا عم تتهمني بالسرقة يا عيد. شو ما عليك؟ لحظة لحظة عم يستعملوا نفس ألواننا حتى بالألوان. غمضي دانا، غمضي والله فادي ولا شافكم ولا يدري أنتم أي لون حاطين ولا عم بتطلع فيك. آخر هم داير لك ظهري مكتر. يعني اكيد ذهني رح يعملوا شغل بلا عيلان لانه اسهل لانه مين قالك عم يشتغل شغل بلا عيلان؟ انه عم تتفلسف وتحكي. يعني
شايف نحن بس شاطرين حكي حكي حكي. خلصت الثاني. شكرا بوتيكات على الحلقه الحلوه باتل اوف ذا ارتست. اليوم مكدني فادي مكدني هذا المكياج خلال 35 دقيقه، ودانا مكياج بوبا كان المكياج وايد حلو واستمتعنا والحلقه وايد حلوه. هلو، تونا خالصين تصوير حلقه باتل اوف ذا ارتست. الحلقه شيء خيال، فكره وايد يونيك، وايد حماسيه، راح تستانسون عليها. والمكياج اللي اليوم بوبا سوالي اياه شيء فظيع كان.